السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا رب تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد ثلاثة شهيوات غزالين بالمتوفر يعني في الدار، وكنخرجوا شهيوات غزالين اللي هما الخبز الماوي أو المخنفر أو البانكيك المغربي، تيجي رائع كسفنج. أيضا هاد الحرشات في الفرن تيجيو منسمين وهشاشين، وكيك كيجي غزال ديال القهوة، وكان طلب ديال واحد الأخت اللي كانت طلبت كيكة ديال القهوة. هذا الخبز الماوي كيجي يعني بديل ديال السفنج، تيجي رائع وغزال بهذا القوام. ممكن يعني هاد الشهيوات تخزنوهم في المجمد، يعني ما تيطرى لهم حتى شي حاجه. كيف ممكن يعني يبقاو عندكم في الثلاجه لتحت، كيبقاو 4 ايام ما كتوقع لهم حتى شي حاجه، غير كل شيء تغلف بالفيلم اليمونتير مزيان، توضعوهم في دي بواط ما كتطرى لهم حتى شي حاجه. والخبز الماوي ممكن اذا بغيتو تخزنوه في المجمد تعملوا قطعه مع ورق طهي وقطعه وهكذا، وتلفوا الكل بالفيلم اليمونتير ما كتصرى له حتى شي حاجه. هذا الكيك من بعد ما قطعتها كتجي غزاله، هاد الكيكه ديال القهوه منسمه ومعلكه بداك الشوكولا اللي حنا دايرين فيها. والخبز الماوي كيجي يعني بديل ديال السفنج، كيجي رائع وغزال، وتيحمق عليه ايضا الصغير والكبير. والحريشات تيجيو هشاش ومنسمين، يعني تيجيو هشاشين هاد الحريشات. نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم تروقكم، تنال استحسانكم، تجربوها في بيوتكم وتاكلوهم بالصحه والهنا. لتحضير هاد الكيك غادي نحتاجو 3 حبات بيض. هنا عندي 3 البيضات كبار، اذا كان بيض صغير غادي تعملو حتى 4 الحبات ديال البيض. عندي معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، عندي كاس ديال الحليب. ممكن تعويض هاد القهوه بالنكهه ديال القهوه، يعني كتباع حتى هي معلقه صغيره كتنكه يعني بشكل رائع هاد الحلوه. ايضا عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت ناقص واحد قيمه واحد الاصبع، كاس ديال سكر سنيده، قبصه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الفانيلا. هنا عندي واحد 130 غرام ديال الشوكولات اللي غادي نذوبوه في حمام مريم، تيعطي واحد التعليكه لهاد الكيك، يعني تيعلكها بواحد الشكل جميل وتجي بها غزاله ولذيذه. وعندي الدقيق، هنا عندي عملت 3 كؤوس، غادي نشوفوا شنو ما احتاجنا الخليط. عندي ايضا 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي بودره الكاكاو. هنا عندي ساشيه ديال بودره الكاكاو، هذه راه فيها 100% كاكاو، وهاد النوع راه كيتباع في لي كرون سيرفاس. انا غنوريكم العلبه ديالو، يعني هذا دابا راه كيتباع. وبعض المرات يعني عوض هاد الشوكولات قطع كتاخذوا هاد لا مارك، راه كتباع الشوكولات يمكن ب 9 ولا ما في 10 ديال الدراهم. ان شاء الله نصوبها لكم في شي حصص اخرى، يعني كنصوب بها الحلوه ايضا كتجي بها رائعه. هذيك التابلت ديال هذيك القطعه ديال الشوكولات كتجي بها رائعه. خديت هاد الباكيه، خديت منها ساشيه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. غادي نشوفو دابا طريقه التحضير ديالها. في اناء وضعت فيه 3 الحبات ديال البيض، غادي نضع فيه معلقه صغيره ديال الفانيلا، يعني معلقه صغيره ما عامراش، لان هاد النكهات راه تيكونوا مجهدين يعني باش ما تجيكمش مره. ممكن تعوضها بساشيه ديال الفاني. ايضا غادي نضع معاها سكر سنيده وهاد القهوه باش يلاه تذوب لنا، مع قبيصه ديال الملح. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات كامله حتى نحصل على خليط رغوي. كنحصلوا على خليط رغوي، قهوه كابوتشينو ولات ريحه القهوه روعه. وغادي نوضع الزيت وغادي نخدم. ممكن يعني كيف عملت هذه الطريقه ممكن تعملوه في الكاس، يعني الخلاط ديال العصير وتخدموا فيه، يعني كذلك ممكن كيف ممكن تخدموا غير باليد. نبداو نضيفوا اول شيء هاد بودره الكاكاو، ممكن اذا ما توفرتش عندكم يعني تعملوا بودره ولا جوج معالق كبار ديال بودره الكاكاو، يكون لونه اغمق.
وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. مع ديك الخميره ديال الحلوه انا هنا عندي الدقيق مغربل ديجا، بالنسبه للدقيق رفدت لي جوج كؤوس ونصف ديال الدقيق، وضفت ليها الشوكولات اللي ذوبناه اوبان ماغي وتسناو عليه راه حتى ما يبرد، عاد كنضيفوه الخليط صافي، وكنخلط الكل جيدا بهذه الطريقه صافي. وهذا هو الخليط ديال الكيك ديالنا، مول دائري اللي دهنته بالزبده ورشيته هكذا بالدقيق، غادي نسكب فيه هذا الخليط ديال الكيك. بعد ما سكبنا الخليط ديال الكيك ديالنا في المول، غادي نزين لها الوجه هكذا بحبيبات ديال الشوكولات، يعني هذا اختياري، اللي بغاه يضيفه واللي ما بغاهش ما يعملوش، يعني غير هكذاك راه كتجي زوين. صافي، وغادي ندخلها الفرن ساخن كيف قلت على درجه حراره 180 درجه تقريبا واحد 20 دقيقه. هاد الكيك ديال الشوكولات كيف كتعرفوا دغيا تيطيب، يعني تراقبوا الطهي ديالها تقريبا واحد 20 دقيقه ونشوفوا ان شاء الله شكلها النهائي. لتحضير هاد الحرشات ديال السميده غادي نحتاجوا لهم عندي 500 غرام ديال السميده الرقيقه، يعني السميده اللي كنعملوا في البسبوسه 500 غرام. هنا عندي جوج صاشيات ديال الخميره ديال الحلوه، قبصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال مربى المشمش، معلقه صغيره ديال الفانيلا، حبه بيض، كاس الا ربع سكر سنيده، نصف كاس مزيج ما بين الزبده والزيت، الزبده مذوبه والزيت. هنا عندي واحد 4 المعالق ديال الزبيب اللي كنكون غسلناه بطبيعه الحال ونشفناه وقطعناه بهذا الشكل، وعندي قشره ديال البرتقال لزياده التنسيم، كيف ممكن تستعملوا حتى القشره ديال الحامض، والحليب لجمع الخليط تقريبا غادي نعمل كاس ونشوف اذا خصني. على هاد الحرشه غادي نوضعوا القبصه ديال الملح تقريبا واحد راس المعلقه ديال الملح، غادي نوضع هاد القشره ديال البرتقال، غادي نوضع ايضا هاد الزبيب، غادي نوضع معاه معلقه صغيره ديال الفاني، معلقه صغيره ديال الفانيلا، غادي نبسو هاد السميده بهاد نص كاس ديال الزبده والزيت، المزيج ما بين الزبده والزيت، غادي نعمل معاهم حتى ديك المعلقه ديال المربى، ايضا السكر سنيده. غادي نبسو هاد السميده ديالنا بهذا الشكل، يعني دائما السميده ضروري تلبس بديك الماده الدهنيه. يعني من بعد ما بسسناها غادي نضيف لها هذيك الحبه ديال البيض، وغادا نبدا نضيف الحليب القياس اللي غادي يجمع لينا الحرشه. في هذا الاثناء الفرن ديالنا راه ساخن، يعني الكيكه في الفران مجرد ما نخرجوا الكيك ديالنا من الفرن غادي نبداو ندخلوا الحرشه ديالنا.
انا عملت كأس ديال الحليب. دائما كنجمعوا غير باطراف الاصابع، ما كتدلكش. غنضيف لها واحد شويه ديال الحليب. يعني تقريبا واحد كاس وربع ديال الحليب. صافي، وهي هذه الحرشه ديالنا. غنضيف لها جوج صاشيات ديال الخميره. انا نسيت الخميره ما عملتهاش في الاول. غنضيف لها الخميره وغنحاول ندخل فيها الخميره بهذا الشكل. صافي، غادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق ونبداو التشكيل ديالها. دينا الحرشه تقريبا واحد 5 دقائق. كنبداو نشكلو كرات من الحرشه، يعني كنرشو لها الوجه بسميده رقيقه بهذا الشكل. صافي، وغادي نوضعها في اللاطه. يعني كناخذوا القياس اللي بغينا ديال السميده اللي كنعملوها في يدينا هكذا، نرشوا ليها الوجه بالسميد، يعني ما نكتروش. صافي، ونوضعها في اللاطه. كنزلوهم متباعدين. بعد ما كملت من اللاطه ديالي الاولى بهذا الشكل، غادي ندخلها الفرن ساخن. كيف قلت انا مجرد يعني ما خرجت الكيكه، غادي ندخل هاد الحرشات ديالي النار من الفوق، يعني حتى كتشقق عاد كنشعلوا عليها طيب لينا من التحت كيف الطياب الغريبه البهله تماما. وهادو هما الحرشات ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران، باقي سخانين، يعني تيجيو ولداد بهاد المقادير وهشاش، يعني تيجيو غزالين. انا هاد الكميه هاد نص كيلو خرجوا ليا 18 حبه، يعني عملت منها لاطه فيها 12 ولا اخرى فيها 6 حبات، يعني 18 حبه في المجموع. اذا صغرتوهم يقدروا يعطيوكم حتى 22 حبه. والكيك ديالنا ها هو ده من بعد ما برد، يعني كيدي مولا من المول. يعني غندهنوا له الوجه هكذا بالنباش. كيف ممكن تخليو غير هكذا عادي او لا ترشوه غير بالسكر الثقيل باش نعطيوه لمعه. وغادي نرشوه هكذا بشوكولات فيرميسال على الوجه. لتحضير المخنفر او الخبز الماوي او البانكيك المغربي، غادي نحتاجو ليه واحد زلافه ديال الدقيق الابيض ما يعادل 260 غرام دقيق ابيض، زلافه ديال دقيق القمح ما يعادل 260 غرام دقيق قمح، عندي معلقه ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره مملوءه ديال الملح، حبه ديال البيض، وساشيه ديال الخميره ديال الحلوه. يعني وانا سنين هذه من وانا صغيره كنشوف الام ديالي كديروا بلا بيض وكيجيها زوين. يعني اللي بغى يضيف هاد الحبه ديال البيض
كيجي اروع، يعني كيجي مسفنج وهذا، وحتى بلا بيض يعني تيجي زوين. هادو هما المقادير ديال هاد الخبز الماوي او المخنفر. غادي نشوفوا الماء، طبيعة الحال الماء الدافئ اللي جا مع العجين. انا غادي نوضح اول شيء هاد الدقيق مع هاد المليحة، يعني عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق في المجموع. هاد الجبانة غادي نوضع فيها هاد الخميرة وغادي ندوبها في القليل من الماء. غادي نوضع ديك الحبة ديال البيض، صاشية ديال الخميرة ديال الحلوى، يعني كنضيفوا هاد الصاشية ديال الخميرة ديال الحلوى باش كنسرعوا عملية التخمير، خاصة في هاد الحال بارد. إما ملي كيكون الحال سخون راه غير الخميرة ديال الخبز راه غادي تخمر. صافي كنوضع واحد شوية ديال الماء على ديك الخميرة حتى كندوبها. وغادي نعمر الزلافة الأولى باش نكمل القياس ديال الماء. عاد نضيف الزلافة الثانية. اللي كيبغي المخنفر شوية غليظ غادي يعمل جوج تزلايف ونصف ديال الماء كافيين، واللي كيبغيه يجي شوية رقيق غادي يعمل حتى ثلاثة تزلايف. صافي وغادي نخلطو بالخلاط اليدوي، يعني كتخلطوه مزيان كتميكسيوه وتخليوه يرتاح قيمة واحد 15 حتى 20 دقيقة، ضروري ما يختمر. والقوام ديالو يعني تيجي تقل من القوام ديال البغرير شوية، يعني كيجي شويه تقل من القوام ديال البغرير. انا هنا بغيتو شويه يجيني رقيق، ما بغيتوش يجي غليظ، لذا عملت ثلاثه زلايف ديال الماء. ممكن تعملوا جوج زلايف ونصف كيجي بهم ايضا رائع. بعد ما كنخليوه يرتاح لنا تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه كيختمر بهذا الشكل في مقلاه ساخنه اللي دهنت بالقليل من الزبده او الزيت. غادا نوضع فيها قيمة مغرفة، يعني وما كنشكلوه يعني ما والو، هو تياخد لافوغ ديالو. غادي نوضعو على نار متوسطة، يعني كتوضعو على نار متوسطة وكتخليوه هكذا حتى كيتقب كامل وكيتحمر من الأسفل. كنخليوه على هاد الجهة يعني حتى كيتخرج بهاد الطريقة. صافي وكنقلبوا للجهه الثانيه وكنحاولوا ندهنوا المقلاه قليلا. هنا راه ما دهنتهاش يعني، ولكن حدايا الشيتا يعني كندهن بها الوجه بالزبده دهنه بسيطه فقط باش ما يجيش ميدوم، دهنه بسيطه فقط من الجهتين. وكنبقاو نحمروا على الجهتين حتى كنحصلوا على الخبز الماوي او المخنفر ديالنا بهذا الشكل. كنبداو اللي طيبناها تنوضعوها على منديل بهذا الشكل، وهذا هو الخبز الماوي ديالنا اولا المخنفر. تيجي شهوه منه، كيجي رائع ومسفنج، يعني كيجي غزال. وهاد الكميه يعني هاد نص كيلو اولا 520 غرام كتعطي كميه معقوله. وهادو هما شهواتنا ديال هاد النهار. نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم تروحكم تنال استحسانكم ورضاكم. وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساونيش من دعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه. نتمنى تجربوا هاد الشهوات وتاكلوهم بالصحه والهنا.